السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الشباب؟ إن شاء الله جديد معكم طلع كيلر. اليوم جايب لكم توب 10 الأسبوع السادس، مع إني أول مرة أنزل توب 10، يعني أول مرة طلع كيلر نزل توب 10. في العادة كلها توب 5، لكن عشان الفيديوهات كثرت وقلت خليها يعني توب 10 أفضل، ومنها تستمتعون، يعني أبيكم تستمتعون بالتوب، عشان لا تقولوا ننزل نزل بعد، عشان أنزل 10 لقطات ومرة ثانية 10 لقطات وتستمعون أكثر وأكثر. ويصح أشكر أو أشكر وأشكر وأشكر صاحب الإنترو، راح تشوفون قناته بالدسكريبشن. اتمنى اتمنى ثم اتمنى تسوونه لايك ومفضله وكل شيء تسووه واشتراك كل شيء. ومره ثانيه اسف على التاخير في التوب 10. ومعنا في الحين ومعنا في المركز العاشر ليونز يذبح الاول. ثم وش يسوي الحين؟ يزبن زبنه محترمه مؤدبه، يعني يقول تعالوا بسرعه بالله، يجيب الثاني يجيب الثالث والرابع والخامس. ملتي متاخر هذا ملتي متاخر مو ملتي سريع. ومعنا في المركز التاسع مين الكينج؟ الهاجر. الهاجر مع كاميرا ساهر قاعد يركض وراه واحد ما ادري كيف، ما شافه ولا الفاهي ولا وشو. المهم ترك شوت كذا يذبح كذا على طول، كنت سبعه يذبح كذا بدون ما اشوف. المهم معنا في التوب او المركز الثامن من هيكستوبز. هذا لاعب والله انه لاعب حظ ولا اكوس يا شيخ، يذبح الاول هنا ويجيب تريبل كل بالسيفور. وهنا يبغى يذبح المسكين، ما ذبح ما قدر، واحد ناشب الأم أمه ومات، وقال أنا أعلمك وأعلمك شغلك، خليني أطلع الشمعة بس، وطلع الشمعة وضرب إكزوم، ضربهم إكزوم بالإمسار، قال أنا أوريكم يا الحشرة أنت يا. ومعنا في المركز السابع إكس ريد يلعب كود 9، ما قدرت ولا لقطة 9 إلا هذه بس. المهم إنه يدرعم هذا الرجال، درعمه ما في إلا درعمه، رمى الفراق ويبغى يزبن كذا شوي، يقول كأنه ضامن ويجيب ملتيكل بكل سهوله كان عنده. ومعنا في المركز السادس والكيس معشق وهو معلق كذا ما ادري كيف. المهم يركض بالشتقن، يركض 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 ويجيب الاول والثاني والثالث والرابع كذا، اربعه تحسهم حاشرهم يبغى يطلع عليهم موبل ايش سالفتهم. وهذا خمسه ملتيكل اليوم كله ملتيات. ومعنا في المركز الخامس ار بي جي كيس، هذا لاعب والله انا لعب ايش يا شيخ، ذبح الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، هنا الخامس الخامس والسادس، كم فريق كامل وش ملتي فريق كامل. معنا في المركز الرابع كيس، هذا يعلمكم اصول الدرعمه، هذا الشخص يعلمكم اصول الدرعمه. شوفوا كيف، ما ادري حظ ولا درعمه ولا ايش بالضبط. شوفوا رمى الفلاش ثم ارم سمتكس، هذه الطريقه اوكي، ثم ارم فلاش راح تذبح واحد بالسمتكس اوكي، راح تذبح هنا اثنين وثلاثه أربعة الحين، وترى راح تذبح خمسة بسيرش أندرستروي، خمسة بسيرش أندرستروي، كم أنت كبير ملتي كل. ومعنا في المركز الثالث أيام تريبل إكس، هذا والله 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 إنه لاعب ما أدري لاعب ولا إنه حظ ولا إيش بالضبط. أبغى لقطة كذا، يا ريت واحد يرسل لي لقطة ثانية زيها، ما تقدر أحس ما بلهو. المهم شوف يذبح واحد بيت، كم أنت كبير ثم يسوي يدور كذا يلحس كذا ما أدري كيف، يدور نتفه واثق لخ. معنا في المركز الثاني هذا يستاهل، اكويل فانت ماكلان اكويل، يذبح الاول الثاني الثالث الرابع، الحين اربعه اوكي كويس، خمسه سته سبعه ثمانيه، حشر امهم ذا، حشر ام ابوهم بعد. ومعنا في المركز الاول كم انت كبير يا اكويل، ومعنا في المركز الاول مثل ما تشوفون اوتسيمز يذبح الاول، هذا حشره بنت ايش يا شيخ، شوف يذبح الثاني الثالث ودبل، هنا دبل وهنا لا هنا الدبل وهنا الرا. المهم كله زبده الموضوع انه ذبح سبعه، ما قدرت اعدها الا بعد خمس لقطات ست لقطات. وانتهى التوب 10، اتمنى انه عجبكم، ويا ليت يا ليت ترسل لي لقطاتك في القناه نفسها، واذا عندك اي استفسار او اي طلب ارسل رساله خاصه بالقناه او تابعني في تويتر او البلاك بيري حقي، شوف تلقونه بالدسكربشن كل شيء عني. وبس اتمنى تضغط لايك ومفضله مره ثانيه، وكان معكم طلع كيلر، نراكم على الف خير.